معنا من رام الله نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك معنا سيدة نبال. بداية، مثل ما تعرفين الوضع كارثي في جميع أنحاء قطاع غزة، وفي ظل القصف المتواصل على القطاع والذي لم ينقطع ل 72 يوما على التوالي، كيف يعمل الهلال الأحمر في ظل هذه الظروف؟ أهلا بك، مساء الخير. الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا مع مرور كل ساعة. اليوم هو الرابع لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة للمرة الخامسة والأطول منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لا زالت تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى المصابين والجرحى في قطاع غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار قطع الاتصالات، ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع لا يتمكنوا من الاتصال بخط الطوارئ لطلب خدمة الإسعاف، الأمر الذي يؤخر من وصول مركبات الإسعاف إلى المصابين والجرحى، ويحرم أيضا المرضى والحالات الطارئة من وصول مركبات الإسعاف إليهم، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر. للأسف الشديد ما شاهدناه بالأمس من اعتداء أيضا بحق مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الأخير الذي كان يقدم خدماته الصحية في شمال غزة، ولكنه بطبيعة الحال كان متوقف عن العمل منذ أكثر من 10 أيام. تم خلالها حصار المستشفى ومنع نقل المصابين والجرحى إليه. الأوضاع صعبة للغاية، كانت الطواقم بدون طعام بدون ماء، وما جرى بالأمس من تجريف لمبنى المستشفى تحديدا لبعض مثلا الصيدلية التي كانت تحتوي على الأدوية باتت سويت بالكامل بالجرافات الإسرائيلية وغيرها من المرافق التابعة للجمعية التابعة للمستشفى، فضلا عن تجريف جثامين شهداء كانت ملقاة على الأرض ولم تتمكن الطواقم أيا كان من دفنها خلال الأيام العشرة. طيب سيدة نبال، الآن في هذا الخبر العاجل، وزارة الصحة في غزة تطالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة دفن عدد من الجرحى أحياء داخل مستشفى كمال عدوان. هذا تطور خطير في الحقيقة، عندما تشير وزارة الصحة إلى دفن جرحى أحياء. هل وصل لكم أي معلومات حول هذا الأمر؟ كما تعلم وكما ذكرت، الاتصالات لا زالت مقطوعة مع طواقمنا في قطاع غزة. الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات معهم هي من خلال أجهزة الاتصال اللاسلكي التي بالكاد يستطيعوا من خلالها طمأنتنا عن أوضاعهم. بالنسبة لما حدث، نحن سمعنا به من خلال وسائل الإعلام، وهو أمر مرعب، مرعب بكل ما للكلمة من معنى. حتى المشاهد نفسها للمستشفى وحجم الدمار مرعبة للغاية، وهي جاءت تكميلا لمسلسل الانتهاكات المرتكب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة. اليوم نتحدث، لا توجد مستشفى واحدة في منطقة غزة والشمال تخدم أكثر من 800,000 فلسطيني لازالوا موجودين هناك. خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف، بسبب الاستهداف المباشر، بسبب حصار المستشفيات ومنع وصول الإمدادات الإنسانية والطبية إليها. الآن فقط 9 مستشفيات تعمل في كل قطاع غزة بشكل جزئي. المستشفيات عاجزة حيث فاقت قدرتها الاستيعابية، والأسرة بالكامل ممتلئة. نجد الجرحى والمصابين ملقون على الأرض في أروقة المستشفيات، ينزفون لساعات قبل أن تتمكن الطواقم الطبية من التعامل معهم. يأتي هذا في ظل شح المستلزمات الطبية والأدوية أيضا. حتى هذه اللحظة فقط 1% من الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين تستوجب حالتهم ضرورة النقل بشكل مباشر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، سمح فقط 1% منهم بالخروج لتلقي العلاج بالخارج، ولا زال الآلاف ينتظرون ضرورة تحويلهم لتلقي العلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يمكن تقديم العلاج لهم في داخل المستشفيات، وبقائهم بدون علاج يعني أنهم سيفقدون حياتهم.